واحد اثنين ثلاثة أربعة، نفس الذبايح اللي عطيتهم إياه ذبحوها لنا. أصل لحوم ذا. كفر الله كلك. كفر الله خيرك يا أبو مناور. ها وراكم ألسنتكم تغيرت. ها طلعوا ألسنتكم أشوف طلعوها. حتى أنت لسانك طلعه، لسانك أزرق. حسبي الله عليك، وش ماكلين انتم؟ حبر ولا لحم؟ شوف ها؟ قسم بالله لحم بلدي بعد. وش لا لحم بلدي؟ ناهي سنة غلتك بذجانه. اكيد انتم تبغوا تاكلوا بلاش. اصلا لو نبغى ناكل ببلاش، ها؟ حطينا شعر ولا صرصور في الصحن واتهمناكم، عرفت؟ اه كذا نظامكم. يا جماعة وش رأيك الحين؟ كل ذا لودهم يأكلون ببلاش، كل ذا لا يتذبون، وش ماكلين أنتم؟ جاهم! وأنتم وش ماكلين؟ جاهم! دكتور جعفر، ما الذي يحدث بالضبط؟ الخرفان ده مرض جديد مصنف من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو بيصيب الخرفان، وبالمناسبة هو عبارة عن فيروس بيصيب اللحوم والشحوم اللي بندسم بها شواربنا. عشان كده أنا أوجه رسالتي للأخوة المشاهدين الغابعين خلف شاشات التلفزيون وبقول لهم بطلوا تدسموا شوارب بعض. طب دكتور، وماذا عن بقية المواشي من الإبل والبقر وغيرها؟ سؤال جميل جدا. الخرفيت ده بيصيب جميع اللحوم الحمراء غاطبة، عشان كده أنا ما داير لي أي زول يأكل لحوم حمراء، ما تخلوكم على اللحوم البيضة. آي بس هذه والله البلشة، حدنا الله على الدجاج. أقول يا أخو أبالي خمس دجاجات. خمسة في أربعة خمستاشر، 4800. 4800 غالية يا أخوي غالية. طارت يا أبويا، بعد ما انقطعت اللحمة صارت الدجاج سعره عالي. تدري عاد ما دام كذا اجل حطنا بيض. البيض اغلى، الطبق بألف ريال. ليش 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 اصبروا ليش غاليه؟ انا هم انتم وانتم انا هم لو العالم. ما يصير ما يصير يا ابويا، البيض طبيعي هو اللي بيجيب الدجاج. لو جالك بيضه فيها حبتين صفار صار عندك حبتين دجاج. خذي يا مرة هذه أجنحة الدجاج تكفينا لمدة أسبوع إلينا الله يحلها ونوفر حق الدجاجة. جنحان؟ تبينا ناكل جنحان أسبوع؟ وش فيها الجنحان؟ مهبة نعمة؟ ترى شاريها ب350 ريال، ما هي رخيصة. الحين صرت تعرف النعمة والمباطيح اللي كنت عازم ضيوفك عليها يا شيخ الفلس. وشي ها؟ أقول يا مرة اسكتي اسكتي، ترى قافلة والله. لا سويت انت والارض واحد. اتفضل شوفوا يا جماعة، الحين الطبيب حيجي ويشرح لكم طريقة العلاج. وش عندك انت مدعي لسانك؟ عندك احد؟ احس لون لساني عاجبني، ما ابغى ارجع لونه الاصلي، عرفته؟ على اساس ان كل شيء بك زين الحين، ما اخرب عليك الا لسانك. يلا. مساء الخير يا جماعه. كل واحد بقى يمسك الكوبايه اللي قدامه دي ويتغرر بالمحلول اللي فيها، وبعدين يبلعه. ممتاز. هنعمل ده بقى لمده 3 ايام، وان شاء الله كل حاجه هتبقى زي الفل وتمام التمام، بس من النهارده مفيش حاجه اسمها لحمه. مره يا دكتور ولا حتى ضلع؟ ولا حتى ضلع خالص، الا في حاله واحده. وشو؟ اذا كان اللحم ده مبرد او مفرزن، ويفضل ان هو يكون له 3 4 ايام، ما ينفعش يكون طازه خالص، لان المرض ده انتشر من حوالي 4 ايام بالظبط. يا جماعه فين اللحمه؟ ما
متأكد أنها كانت هنا، وين راحت؟ والله ما خليها لديك. هذه تكفينا اسبوع، كل يوم نطبخ منها كبسه ولا مضغوط. لا 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 لا، احنا نقطعها صغار ونستخدمها للشوربه وللإدام، بتطول معنا اكثر. خلونا من التقسيم الحين، وش يثبتنا ان كلام الدكتور فعلا صح وان اللحم المفرزن ما يضر؟ معامل اطبخي له عشان يجربه. لا والله انا ماني ماكل، انت جربه. ولا انا. عجيب والله، يعني انت ما بخصم الدكتور؟ انا عندي فكره. كلي يا جعله بالعافيه. ليش تسوي كذا؟ انا دائما اكل في المطبخ. لا بالعكس، انت منا وفينا، بعدين من اليوم ورايح تاكلين زينا على الطاوله. ليش انت ما في اكل؟ احنا شبعانين شبعانين. نو هانجري. يا بعد تكلم انجليزي. اوف عليه، سوفت انجليزي، ايش عرف سنتي؟ ماخذ دوره ب 650. عامر كان السالفه طولت. كولي يا مهري كولي. بابا ليش زعلان؟ لا ماما، بابا ما في زعلان، بابا يقول كلي علشان الأكل ما يصير بارد. يلا ماما. لحم لحم حتى. أيوة. ها كويس؟ ليل ما في لسانة. اصبر اصبر. قولي يا ليلى دان يا لدندانة. ليلى ليلى دان ليلى لدندانة. لسانة أحمر ما في شيء. يس خلاص انتهت المهمة، روحي المطبخ. أجيب ولا انت ياية ياية الدجاجة الدجاجة. الله يرحمك أبو عدنان، عز الله أنه سابق زمانة. أي والله كنا يوصف وضعنا الحين بالضبط. هذا الغرض اللي طلبته يبا، بس علمني وش تبي فيه؟ يا ابو مناور يا ولد، ابو مناور يا ولد. جاك جاك جاك، يا هلا يا هلا، حي احلى، يلا حي حي الله الشيخ سمحان. وشلونك طيب؟ يا هلا يا هلا ومرحبا. يا هلا يا هلا، نقلط ولا نقعد ليلنا كله؟ يا هلا يا هلا. ها؟ نقلط ولا نقعد؟ الله الله، اقلط اقلط، الله يحييك. يا هلا يا هلا يا هلا. كيف الحال يا ابو مناور؟ طيب؟ بخير بخير، عساك بخير. شلون عيالك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. الله يسلمك. وش رايك يا سمحان، عساك طيب؟ بخير عساك بخير. شلون عيالك وجيرانك وطيبين ان شاء الله؟ بخير عساك بخير. وش اخبارك طيب؟ اقول يا مناور يا ولدي، سم خليك مع الضيف، الله لا يحييه. امين. وانا بروح اشوف دجاجته من هنية ولا من هناك. ها خلوكم. ابشر يبا ابشر. ابيني دجاجتين وبيك تضبطني فيها. جامبو ولا صغير؟ والله هذا عندك اكبر من الجامبو عطل، لانه عندي ضيفان انا. الدجاج زين عندي يا الحبيب بألف ريال. تكفى تكفى، انا بوجه الله ذو وجهك انك تفزع معي. ابشر ما دمته قلت تكفى، ابشر بألف ومئتين، لان شغل الشحاده ذا عندي ما يمشي. افا والله اني ما هقيتها منك، الوجه الطيب. تعرفني انت عشان تتهقوا فيني؟ شوف ب 1200 ولا اللي بعده؟ سم 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 1200، هذه 1000 ريال و200 و200. ابشر سم. حاسب هناك حاسب يا صديق، عطى دجاج زين جامبو. حشا ورا ما تودع اللحم بالبنك بعد. لو حصل لي اودعته بالبنك هذا بصك عليه هنا لليوم الاسود. عجيب والله. تفكه 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 تفكه، نخيتك دجاجه دجاجه واحده بس ابيها. انت ما تستحي، ما تحترم النظام، ما تشوف هالطابور قدامك، ايش الفوضى ذي؟ انا طالبك افزع لي دجاجة واحدة بعشي فيها ضيفي تفكة. الحين زاد الدجاج عندك؟ الله يا الدنيا. أمر الله أمر الله يا أبو زيد، وش نسوي؟ يا الله، حتى الحين صرت أبو زيد بدل ما كنت أبى الدجاج. ما هو أبو زيد وبس،
انت الحين الشيخ ابو زيد. لا لا، انا الشيخ ابا الدجاج، ما ابي ابو زيد. الان تغير الوضع، صار الدجاج غير. يدك على 1005. 1005 من هي بواجد ابو زيد؟ اجل رح عش ضيفانك لبنه وزعتر.